منا هينة اليوم أنه أنت تفوت تعمل هيدا العمل إلا إذا خلص وصلت للنهاية، وصلت للتوب. Someone could have had a heart attack. Do you accept that you put people at risk? وحتى لو صارت، المصارف هي اللي بتتحمل المسؤولية، كانت مش أنا. أول شيء أنا بعتذر، قلت اعتذرت وهلأ بعتذر على كل حدا سببت له الرعب والخوف. بس هذا شو بيجي قدام الشعور تبعي، الشعور اللي أنا عم بيصير معي يوميا من اليأس ومن القهر ومن الزعل وإن أنا عم بخسر أختي. كل واحد بده حقه، هن بدهن حقهم ونحن بدنا حق هيدن. أكتر من هيك ما بدنا، لو عطونا حقنا ما منروح منعمل شيء. Some people would say you're a criminal. أنا لا، ما عملت عمل إجرامي، لا مضطر عليهم، بدي أصرف على عائلتي. يعني في عندي مدارس، عندي 7 أولاد. Well, definitely it is wrong to try to get money by force or by violence. This is you know we are a country of a law. I mean, we have to have laws. Really, I can't understand their anger, and we are angry also about the situation. The number one by far responsibility is on the politicians in this country.